قال وإذا استنشقت فبالغ. إذا استنشقت أي عندما تتوضأ للصلاة وتستنشق فبالغ في الاستنشاق. قال إلا أن تكون صائما أي مراعاة للصيام وحفظا له لئلا يدخل جوف الصائم من مبالغته بالاستنشاق شيئا من الماء. قال إلا أن تكون صائما. وقد ذكر العلماء من الحكم أو من الحكمة في الاستنشاق والمبالغة فيه أن ينظف الإنسان أنفه تماما من الرواسب ومن الأمور التي تعلق بالأنف. وإذا كان يتنفس الإنسان وقت صلاته براحة ليس في أنفه أشياء تضايق تنفسه فإنه في مثل هذه الحال يستطيع أن يقرأ بارتياح ينشرح صدره للقراءة أكثر، بخلاف ما إذا كان أنفه مسدود بأمور وأشياء فيكون التنفس عنده بسبب هذه الأشياء غير مرتاح فيه فتضعف ماذا؟ تضعف أو يضعف ارتياحه في قراءة القرآن الكريم. فلهذا وجه المصلي إلى ماذا؟ إلى أن يستنشق. هذه من أجل القرآن ومن أجل إحسان قراءة القرآن. أيضا أمر أن يتمضمض ينقي فمه، وأيضا أمر أن يستاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الآن بعض الناس أصلح الله حالهم يطفئ سجارته عند باب المسجد، بعض الناس يطفئ سجارته عند باب المسجد ثم يدخل برائحة فم نتنة قدرة ويؤذي نفسه ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأدى مما يتأدى منه ابن آدم. وأحيانا في بعض الأحوال وخاصة إذا كان المسجد التهوية فيه ضعيفة والتكييف فيه ضعيف وصادف أن جنبك مدخن عن يمينك ومدخن عن يسارك وكل منهما أطفأ سجارته قريبا، لا تطيق أن تبقى، وربما تكاد تريد أن تخرج من صلاتك وتغير المكان الذي أنت فيه. فهذا إيذاء للنفس وإيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أو غيره قال أفواهكم سكك للقرآن، فطهروا أفواهكم أو طيبوا أفواهكم بالسواك. أفواهكم سكك للقرآن، أنت عندما تأتي وتصلي وتقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أفضل الكلام وأجله، وهذه أعظم سور القرآن. فكيف طابت نفسك أن تقرأ هذا الكلام العظيم بفم ملوث بالدخان؟ لو نعرف قيمة القرآن وقيمة سورة الفاتحة ما نقرأ بهذه الصفة، لكن من ضعف قيمة الفاتحة عندنا وضعف قيمة القرآن يأتي وفمه يفوح دخانا رائحة النتنة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ومع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان والعياذ بالله، مع صوت القرآن تخرج رائحة الدخان. يجب أن يتقي الله. ولهذا الواجب على المدخن أن يترك الدخان أصلا، لكن إن عجز وضعفت نفسه فأقل الأحوال أن يحترم الصلاة ويحترم القرآن ويحترم المساجد ويحترم المصلين، ولا يأتي فيؤذي نفسه ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة برائحة الدخان وبما فيه من الأذى. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم.